بكل ما يدور حوله، وأيضا عن بيان الجامعة، وأيضا الرد على الرد من فعاليات أكاديمية وأصدقاء الجامعة. ناطر أكثر من 500 أستاذ تذليل عقبات التفرغ بالجامعة اللبنانية، هن اللي استبشروا خير بعد تقديم طعن بالنتائج الصادرة. إذا ما نحكي شوي بالسابق عن مجلس الجامعة بالعام 2014 قدام مجلس شورى الدولي. إذا اليوم اللي عم بيدير الجامعة رئيس الجامعة ومجلس إدارة الجامعة تناسوا قرار مجلس شورى الدولي مع تعيين رئيس ومجلس جديد للجامعة، ووصلنا لهون بملف التفرغ اللي ما عم بيراعي لا التوازن الطائفي ولا أيضا الكفؤين من الدكاترة بالجامعة. شو قصة ملف هالتفرغ؟ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي اليوم مع ضيفنا اليوم المدير السابق والأستاذ المتقاعد بكلية العلوم الفرع الثاني ونائب رئيس جمعية أصدقاء الجامعة الدكتور أنطونيو خوري. صباح الخير. أهلا أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا فيك. يعني قصة التفرغ وملف التفرغ منه ابن اليوم، إنما هو على مدى سنوات في قصص عم بتصير حول هالملف، في اعتراضات عم بتصير لأنه عم بيتاخد إلى ملف مذهبي وطائفي ونقطع السطر. فينا نختصر هالملف هيك؟ أنا أكيد اليوم كلنا بنعرف إنه في آلية للتفرغ، واليوم نعرف كمان في قانون 66 هو البراعي العمل بالجامعة اللبنانية من مجلس قسم لمجلس جامعة. اليوم رئيس القسم هو المفتاح تيفوت الأستاذ اليوم. وقت رئيس القسم بسكر على طائفة أو بديرة مذهبيا أو شي طبيعي، فروعة المناطق ما بيقدر المسيح يفوت فيها، وبالتالي بيصال العدد منقوص. يعني في ناس عم بتفوت في في يعني ناس بتقدم طلبات، في ناس بتروح تقدم طلب تدخل، وفي ناس ما بيدخلون. صح، يعني في هون بالاول مزاجيه. هي ايمتى من ايمتى عم بتصير القصه؟ من فتره، وقت القانون 66 هو بيتحكم بالموضوع. يعني اليوم القانون 66 في اليه بيقول انه الاستاذ بده يقدم طلب بالقسم تيقدر ياخذ ساعات. طيب وقت ما بيقدر ياخذ ساعات بالقسم شو بيعمل؟ شو بيصير فيه؟ بروح لبرا. طيب ليه ما بيتعلى الصوت بهالإطار؟ يعني خلينا نحكي أول شيء نبلش من البداية، مطرح ما لازم يدخل الأستاذ. اليوم بيدعوا إنه حاطين آلية أكاديمية. نعم. يعني بالبيان اللي طلعته. ما احترامي. طلعوا رئيس الجامعة. ما احترامي. مش آلية أكاديمية، هيدي آلية إدارية، ونحن بنتمنى تنحط آلية إدارية وآلية أكاديمية. يا دكتور أنطونيو خوري، اليوم من يتحكم بالجامعة اللبنانية وهيدا بيت القصيد؟ الأحزاب. أي أحزاب؟ هلأني الأحزاب ما فيك تقول أحزاب، حسب التسلسل بقوتها. اليوم الجامعة اللبنانية وقعة تحت تأثير الأحزاب الشيعية. شيعية، حركة أمل وحزب الله. طبعا بشكل واضح هن بيجيبوا الرئيس، هن بيتحكموا، هن مع انه دورهم اللبناني والوطني الشيعة مشهود لهم. نعم مشهود لهم، بس ما بعرف ليه بالجامعة شو أهمية أن يتركوا هالأمور تتصرف بهالطريقة. ليش؟ هل هني بدهم يعني يحتكروا الجامعة اللبنانية برأيك؟ انه ليه هالتدخل المباشر والمفضوح مثل ما عم بيصير؟ هيدي بدي انت وعدتنا تكون اليوم صريح تحكي الامور مثل ما هي. هيدي لك انا وانا ما انا بتربطني صداقات بكل القيادات، خاصه شو خاصه بنحكي عن ملف. ايه بس هذا الملف ما بعرف ليه، مثلا خدي هذا الملف. طب اليوم حزب الله المعروف بالخط الوطني تبعه، وبياخد بعين الاعتبار راي الاقليات وخاصه راي المسيحي. نعم. بقول لهم انا بهمني الراي المسيحي. طيب كيف بيسمح لنفسه يعمل هذا العدد 52% شيعة؟ كيف بيسمح لنفسه؟ الا اذا هدول عنده مستشارين الرئيس. انا خايف انه يكونوا عم يورطوه للرئيس. نعم، يعني اليوم حتى رئيس الجامعه اخذ اكثر من نصيحه من القصر الجمهوري انه هالملف ما راح يمر بمجلس الوزراء، وطبعا اذا كان في غبن، ما هيك؟ طبعا. واذا كان في تسييس، واذا صح. كان في طائفيه. صح. ومذهبيه. صح. واليوم اللي يعني الملف التفرغ اللي طلع هيدا عنوانه
طب هل فعلا عم بيورطوا رئيس الجامعة؟ أنا خايف أنه يعني وصولا إلى تقديم استقالته أو حتى التنحي أو يفشلوا بمهمته؟ أنا هيدا ما شايف يعني إذا ما مرق بمجلس الوزراء شو يعني؟ أنا ما شايف غير هيك. نعم. بعدين اليوم عم يعطي أمال كذابة هيك أو ترجيبية كذبة؟ يعني كذبة للناس. أنا خلص بدي فرقكم يا خيي. اليوم أول شيء لا الوضع المالي بيسمح بهالشيء، لا الوضع انه هلا اني بدنا نعطي امال انتخابيه، ما بكره مروا. بعدين اليوم ليكي انا ابن جامعه خدمت 40 سنه وبيناتها قسم كبير منه كنت بالاداره، يعني بعرف الجامعه عن حل ونسب مثل ما بيقولوا. نعم. انا اليوم في 7000 استاذ وفي حوالي 75000 طالب، يعني كل 10 طلاب لهم استاذ. باي بلد بالعالم هذا الرقم موجود؟ انا بكل تواضع وانا هوني بتحدى رئيس الجامعه مش من باب التحدي يعني الكراهيه او شيء، لا بمحبه بتحدي خي نجي نفصل هالاعداد الموجوده حاليا بالجامعه. انا بقول في ساعات وهميه، انا بقول في مقررات اختياريه أكثر من اللزوم. نعم. أنا بقول التشعيب في مطارح تشعيب ضروري، في مطارح تشعيب تنفيعة. نعم. كل هيدول الشغلات أنا بكل تواضع بقول يمكن فيني شيل 1000 أو 2000 استاذ من الجامعة، مش زيد 500 أو 700. نعم. اليوم بتروح عندك استاذ جاي بهم بون أمره بيفتحوا له مقررات خي ما في. بعدين اليوم في ملاك الجامعة. نعم. اليوم بال2015 أيام الرئيس السابق والمجلس السابق حدد آلية لا ملف بال يحدد كل كلية. نعم. شو بدها أساتذة؟ طيب يخي يرجعوا لهالموضوع، بلشوا بكلية فيها بدهم 50 استاذ، طيب يتحدد في 50 استاذ. نعم. لا تغيرت المناهج ولا أي شيء تتغير هذه الآلية، لازم يرجعوا لإلها. وهيدا أنا بشوفه هيدا بحط حد لكل الناس. بس هو طلع طبعا رئيس الجامعة أنه هو احترم الآلية واشتغل بموجبها. خلينا نستقبل اليوم أنا وميك باردون، مش آلية بقصد آلية، في ملكات لكل كلية، في ملكات أنه هالكلية الفلانية بحجمها هالقد بدها 70 استاذ، صاروا 200. نعم. كل يوم بزيد بزيد بزيد. على الخط مباشرة تسمح لي استقبل أنا وياك المنسق الإعلامي للجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال. صباح الخير دكتور علي. صباح الخير لك وللزميل أنطونيو. سؤال، مين مسؤول عن هالجو الطائفي اللي وصل لهون بالجامعة اللبنانية؟ الأجواء بالبلد. يمكن هلأ المسار الانتخابي عم يعمل ضغط كتير لكسب بعض الأصوات، لكن احنا كجامعة اللبنانية يعني ما يعني ليس من مصلحتنا ولا يعنينا ابدا الحديث عن الابعاد الطائفية بالجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية لها صفة الجامعة الوطنية. نعم. عشان هيك نحن ما بنقدر ولا باي لحظة نفعل هذا الخطاب، بل على العكس انه نحتوي هذا الخطاب بما يتضمن من توسيع رقعة المفهوم الوطني بالجامعة اللبنانية. نعم. هيدا واجب الجامعة اللبنانية باعتبارها نحن دائما نعمل بجامعة اللبنانية أنها جامعة على مساحة الوطن. جامعة على مساحة الوطن لا تعني جغرافيا فقط، يعني كل مكونات المجتمع اللبناني. هذا بنظر الجامعة، أنا أحدد طبيعة رؤية الجامعة لهذا الموضوع. بس اليوم لو في إدارة حكيمة بهالجامعة، يعني خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، ما بتخلي الأمور توصل لهون، يعني ويصير في تململ وأيضا استغراب للي عم بيصير حول ملف التفرغ، وأيضا ينحكى عن أنه هالملف ملف التفرغ مسيء إلى الجامعة وإلى التوازن الطائفي وأدى إلى انقسام مجلس الجامعة حوله وإلى تعريض إدارة الجامعة إلى النقد. دعيني أقول الإدارة يعني حتى ما نتوجه بالشخصي، الإدارة هي حكيمة وشفافة، بس أود أن وشفافة جدا. ونحن بنعرف أنه الجامعة اللبنانية كلها، والزميل أنطونو بيعرف، اللي هو كان جزء من النضال من أنه نعمل مجالس تمثيلية. كلنا كنا جزء من هالنضال. مجالس تمثيلية تبدأ في مجالس الفروع والوحدات ومن ثم تنتقل إلى الجامعة حيث يديرها رئيس ومجلس.
هذا الإطار كله يعني يجعل من أي عملية اختراق أو أي فساد أو أي خطأ أنه ما يمرق. إذا مرق مجلس فرع لا يجب أن يمرق مجلس وحدة، وإذا مرق مجلس وحدة لا يجب أن يمرق مجلس الجامعة. بعتقد هون المسؤولية بجامعة مسؤولية جماعية، منا مسؤولية فردية لحتى نحمل شخص. هناك تراكمات بالبلد، نحن نعرف أنه في ضغوط على الجامعة، أنه في تفرغ سابق من مين؟ السياسيين، من كل السياسيين بالبلد. وعم تطق يعني اليوم الجامعة يعني عم تضخ لها الضغوط. لا لا تبي هيدا بقول اليوم بهيدا الملف تحديدا الجميع يدرك حتى بمن صوتوا لاحقا بمجلس الجامعة أنهم ضد هذا الملف. هم من شاركوا، كل الأطياف والأفرقاء شاركوا بإعداد الملف، والزميل أنطوني بيعرفهم بالاسم. وهم وبعدين رجعوا بعدين. أنا يعني بسبب أعتقد أنه بسبب ضغوط خارج الجامعة اللبنانية تم إليه. الجامعة اللبنانية بكل مستوياتها، إن مجلس القسم لا يوجد فيها ما يسمى معيار طائفي، والجميع يدرك هذا الشيء. يوجد معيار علمي، لأنه عند إعلان الحاجات تعلن الحاجات بحسب الحاجة العلمية الفعلية بسبب التقاعد. يعني عادة معظم الحاجات إما بسبب تقاعد بعض الأساتذة أو بسبب زيادة اختصاصات. كنت عم بسمع الزميل أنطونيو، بيعرف الزميل أنطونيو أنه الملكات ما عاد هي ذاتها. بالحد الأدنى بكلية العلوم اللي حضرته يعني كان له مسار تاريخي فيها، عندنا هلأ بلشنا بماستر واحد صار عندنا 70 ماستر. بعتقد هيدا الأمر 70 ماستر، 70 ماستر فقط في كلية العلوم. هيدا يعني أنه نحن بحاجة لأساتذة كتير، مش أساتذة شوي، والاختصاصات عديدة. لذلك مسألة المطروحة أنه هناك بعض الأمور الشعب الوهمية وكذا، هذه مسألة تدخل في البرنامج الإصلاحي للجامعة. يعني الجامعة دائما تراقب، لها أجهزة مراقبة، وأي حدا الجامعة كمان تستقبل أي شكوى تعبر عن خلل أو فساد وتعالجها فورا. وهذا الكلام نحن بنقوله على مسؤوليتنا. لكن المعروف أنه بقلب الجامعة هذه المجالس والأقسام لها صفة رقابية أيضا وهي تتحمل المسؤوليات. نحن لا نريد أن نشوه عمل كل هؤلاء الأشخاص مجلس الأقسام. هناك كفاءات علمية وإدارية بالجامعة تقوم بواجبها على أكمل وجه. ما فينا نعمم صورة إذا كان في خلل في مكان ما. يعني نحن معنيين سواء، نحن وياكم كمؤسسة علمية والزميل كحريص على البعد الوطني للجامعة، أنه هاي الجامعة نحافظ عليها ونتفعل الأمام، مش نعمل يعني شوية غبار حواليها. يعني بتعتبر أنه كل اللي صار غبار يعني اليوم في فعاليات أكاديمية وأصدقاء الجامعة علوا الصوت حول ملف التفرغ؟ أنا بعرف حرصي. أنا عم أقول أنه ليس هناك معايير طائفية في أي ملف علمي. قلت أنه كل الأفرقاء شاركوا في اختيار هؤلاء الأسماء. هل سؤال الأمانة العلمية أنهم جميعا شاركوا، هل صوتوا بعدين ضد، هن اللي شاركوا في اختيارهم؟ سؤال. وهذا كلام على مسؤولية الكاملة والأسماء معروفة تماما باللجان. طلع مجلس الجامعة على الأسماء؟ الجميع مطلع على الأسماء. يعني الأقسام، الفروع، المجالس، الوحدات ناقشت الموضوع، اقترحت الأسماء ولا نزلوا بالإفة؟ معروف، خليني أقول، لا أبدا أبدا أبدا، معروف أنه تم قبل إحالة الملف إلى مجلس الجامعة تم دعوة العمداء للاطلاع والموافقة، لأنه ما كان في إمكانية ينعرض بعد موافقة عمداء كل الكليات على الأسماء المطروحة. وهذا كلام صريح وشفاف. اشرح لي ليش هالاعتراض الكبير من قبل اصدقاء الجامعه وطبعا فعاليات اكاديميه؟ ليش عبروا عن اعتراضهم بشكل واضح انه ليه بمساله التوازن؟ عبروا بشكل واضح عن اعتراضهم على الكلام. يعني هن عبروا، خليني اقول، الجامعه اللبنانيه اليوم اذا عندنا، وكلنا متفقين انه عندنا 568 استاذ مستوفين الشروط، شو بنعمل؟ هل بنطرد نصهم وبنقول لهم انتوا اطلعوا برا؟ بس هني مش عم يحكوا عن اللي كيف توصلوا يكونوا مستوفين الشروط وما وصل غيرهم؟ هيدي علامة الاستفهام اللي عم بيطرحوها. لا ابدا، الآلية بيعرفها الزميل وبيعرفوها كل اصدقاء، بس عم ينقال غير محترم وعم نقرا بياناتهم. لا بيعرفوا انه الجامعة تعلن هلا قريبا، كل اخر حزيران تقريبا تعلن عن الشواغر ويتم تقديم الطلبات في كافة الفروع ويعلن في الصحف. يعني مفروض نحن نعلن، يكون في إعلان في وسائل الإعلام،
وهذا احد الشروط القانونيه. نعم. تعلن الجامعه بشكل واضح عن حاجاتها وفي الاختصاصات وفي الكليات، وهي ملزمه ولا يمكن قبول اي طلب ولا يمكن ابرام اي عقد ما لم يكن الاعلان واضح، ومن ثم تدرس لجان علميه في الاقسام، ومن ثم يوكل الساعات، ومن ثم يبرم العقد. دكتور علي، ليش بده يكون في شيعة 52% وباقي الطوائف 48% بملف التفرغ؟ هيدي عدالة؟ ليش مثلا الشيعة والسنة 80% والمسيحيين والدروز 20%؟ يعني ليش في كفاءة بطائفة معينة وما في كفاءة بطوائف؟ لا 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 لا، هيدا اللي عم ينطرح، هيدا الكلام اللي قاله، أنا عم بنقله بشفافية. خليني ما روح باتجاه بلورة، يعني روح باتجاه بلورة خطاب مذهبي، هذا بطل ما طلعوا على على الإعلام وحكى عنهم على الأعداد مثل ما هي. أنا بعرف يعني إذا كان فرص العمل هي مقيدة جدا لكل اللبنانيين، ما بدي أقوله ولا طائفة، مقيدة ومقيدة بكل الحالات، وأنه صار عنا لما نحن أنا قلت 70 ماستر بالعلوم تحديدا عم ركز هون، وفي نعم. شو اسمه بيعرف الدكتور أنطون وبيعرفوا أصدقاء الجامعة كلهم انه عندنا عشرات ومئات الدكتوراه أونكوتيتال، يعني مع الجامعات الفرنسية انجزت، وهؤلاء كفاءات، وفرص العمل الوحيدة في الجامعة اللبنانية. نحن بعرف القطاع الخاص لا يبحث، لا يمكن للقطاع الخاص عندما يريد أن يوظف أو يعني يستقطب كفاءة أن يبحث في طائفته. نعم. المشكلة ونحن الجامعة اللبنانية في تكوينها القانوني هيك، لكن إذا كان في مسألة عددية شو بنعمل؟ خلينا أنا أريد أن يعني اليوم نحن ويكون بدنا نطلق خطاب وطني. صحيح. شو بنعمل؟ نحن هيدا بيهمنا الخطاب الوطني. شو بنعمل؟ بنقول لهول إن شاء الله يكونوا دروز، إن شاء الله يكونوا سنية، أنا ما بدي أقول شيعة. نعم. شو بنقول لهم؟ فلوا روحوا بهالبلاد. نعم. طيب ما عم يقدر يفلوا، ما في شو بنعمل؟ بس في عم ينحكى انا رح اقول لك وين يعني عم ينحكى بسيستم يمنع ناس معينين انهم ياخذوا ساعات، وكمان عم ينحكى انه كليه العلوم مثلا طالبين 10 اساتذه بتفرغوا واحد، بكليه الزراعه بتكون تفرغوا 37 وهن منهم بحاجه الى اربعه، يعني طبعا هالشوائب اللي عم ينحكى عنها شو ردك عليها دكتور علي؟ محل ما في شوائب مدعمه ب محل ما في شوائب، انا بتيجي باسم الجامعه، محل ما في شوائب مدعمه بوقائع الجامعه لا تسكت ولن تسكت عنها، ونحن مستعدين نستقبل هذه الشوائب بشكل واضح إن وجدت. نعم. ما في لا تغطية، لا يوجد في الجامعة اليوم مسار يريد تغطية أخطاء أو تراكمات. معروف إنه في تراكمات سابقة معالجتها بدأت، وأنا لا أتهم أي أحد في السابق، خلينا نحن نحترم مسارات العالم كلها، لكن إذا في تراكمات الجامعة مستعدة أن تستقبل أي شكاوى وأي ملف مدعم بوقائع حقيقية، وأن يتم الحوار داخل أسوار الجامعة، ولا لن يكون الحل إلا على المستوى القانوني بما يحفظ حقوق الجميع. نعم، أنا بدي بس أصوب لك على المشكلة الأساسية هي بمعاهد الدكتوراه. اليوم عم ينقال إنه في تفقيس للدكتوراه، يعني مسجلين بالدكتوراه نسبة كتير كبيرة بينعطوا، وناس أكترية ناطرين ما عم بينعطوا. يعني كيف نعطي دكتوراه بالجامعة اللبنانية؟ شو الآلية؟ المسارات العلمية كلها عم تنعمل مع كوتيتال، يعني بالهندسة وكذا، وهذا قرار في الجامعة، يعني أي شخص بالمسارات العلمية، بالمسارات الحقوقية والعلوم الإنسانية فينا نعمل كوتيتال، يعني بالشراكة مع جامعات أجنبية تحديدا معترف بها، وفينا نعطي أساتذة مشرفين لبنانيين. اليوم حالة الانتظار عم تصير بمعاهد الدكتوراه، انه فقط القانون يسمح بحد اقصى للاستاذ من هم برد الاستاذ ان يشرف على 7 اشخاص، ونحن بنعرف انه لما فتحنا معاهد الدكتوراه كل الطبقات التي لم يكن بامكانها ان تسافر الى الخارج لتحصل الدكتوراه اصبحت راغبه في تحصيل الدكتوراه، لذلك هناك ضغط هائل، وهالضغط الهائل ما عم بيخلي الجامعه اللبنانيه. نحن خليني اقول لك مش بس بنستقبل طلاب الجامعة اللبنانية لا يعملوا دكتوراه، بنستقبل كل طلاب الجامعات الخاصة في لبنان، وهن عددهم 40. نعم. طيب نعم، بده رد عليك. نعم، احنا ما رح نشرح كتير بهالموضوع. نعم. خلي رد عليك اليوم ضيفنا. تفضل. دكتور أنطونيو خوري، تفضل الكلام لإلك. تفضل. تفضل.
يعطيك العافية دكتور علي. أنا اللي بدي أقوله هلأ، أنت أعطيت الصورة الحلوة للجامعة، وكلنا بنعرف أنه الحقيقة مش هيك مع الأسف. أول شيء الملكات انعملت سنة 2015، يعني بعد جديدة، واليوم عدد الماسترات، أنا بحكيك عن كلية العلوم، حسن فعل العميد الحالي والعميد اللي قبله بالعكس كان بالتجهين لحو تقليل عدد الماسترات وضبطه، لأنه صار في فلتين بال2013 وال14 وال15، صار في فلتين، صار كل استاذ بده يعمل ماستر ويروح يجيب اتفاقية مع فرنسا، وانت بتعرف هالشي وانا بعرفه بكلية العلوم. يعني الملكات موجودة ولازم كنا نحترمها. اليوم عم تقول هالدول ال500 واحد بنروح نقول لهم روحوا فلوا؟ لا، انا مش هيدا اللي بدي اياه، بس انا بلومكم لانه قلتوا للمسيحيين يروحوا يفلوا، لانه في كتير مسيحيين راحوا على فروع المناطق قدموا طلبات والجواب كان نيجاتيف، وهيدول راحوا فلوا. وعلى كل حال هن حاضرين وعم يتصلوا فينا، لازم بدنا اياهم يرجعوا، وهن مستعدين يرجعوا، بس بدنا نأمن لهم ضمن الآلية اللي عم نعملها يقدروا يرجعوا. يعني اليوم مش ضروري يكون عنده سنتين بالجامعة اللبنانية تناخده بالتفرغ، كان بيسوى يكون عنده سنتين بالسوربون أو بجامعات، أنا سميت السوربون لأنه كلمة مشهورة، وأنت بتعرف الجامعات الأوروبية الفرنسية الأمريكية معلش على القليلة بمستوى الجامعة اللبنانية، يعني اللي بيخدم سنتين هونيك وضمن الشروط اللي بفوت فيها حكما لازم يكون مقبول بالجامعة اللبنانية. بعدين اليوم القانون 66 أعطينا لك يلي عملوه، صحيح كنا نحن من النقابيين القدمين القدماء يلي عملنا، بس كان بمفهوم اللي بده يعمله عمله وكان وراءهم مثل عصام خليفة أو صادر يونس أو غيره، كان مفروض كان هدفهم أنه يبعدوا السياسة عن الجامعة. اليوم الأحزاب كلها هي المتحكمة بالجامعة، اليوم ما بفوت استاذ غير ما يكون عنده مرجعية سياسية. على كل حال أنا اللي بدي أقوله قبل ال 66 وأنا هيدي عشتها لأنه كنت مسؤول، وأنت بتعرف كان وقت يجي من العلوم الفرع الثالث أعداد أو أسماء من لون واحد، كان الله يوجه له الخير العميد راجي أبو شقرة يقول له للمدير روح جيب لي مسيحية لأنه بشمال نصه مسيحي. أكثر من هيك مرة رئيس الجامعة إبراهيم بيسي رفض كل قرارات التفرغ أو العقود بالساعة لأنه شافها من لون واحد، هيدي قبل القانون 66. اليوم إجا قانون 66 كلنا بنعرف رئيس القسم هو اللي بيتحكم، هو اللي بيقول في ساعات هو بيقول ما في ساعات، اللي بيعجبه بيخترعوا له ساعات، اللي ما بيعجبه بسكر. كلنا بنعرف ساعة بدهم 1000 ساعة، ساعة بدهم 100 ساعة، يعني هيدي كلها نسبية، وهيدي يلي خلت الآلية الإدارية يلي اتبعتوها منقوصة، مفروض هالآلية تتغير، يكون حق الأستاذ شو ما كان طيفته يقدر يفوت على كل المناطق. انت عم تحكي انه الجامعة على مساحة الوطن، اي وطن؟ المسيحيين فقط وحدهم من غير سائر المذاهب هن المنتشرين بكل لبنان، ودك تشوف المسيحيين وين صاروا، هل يا ترى مقبولين بالأطراف أو بالمناطق غير بالفرع الثاني؟ أنا بفهم أنه ما في شيعة بالشمال وما في سنة يمكن غير مطرح، المسيحيين وحدهم هن المنتشرين، والنتيجة في كليات بالمناطق من لون واحد، ما فيش وجود لمسيحي واحد. لا هيدي يلي وصلنا له لإله، يعني هيدا شيء مش مقبول. يمكن عم تعمل ما ندعي انه معيار علمي ومعيار، ما كلنا نحن نعرف هيدا معيار، هاتفون لتسمعوا هيدا معيار على اساس معيار على اساس تحكوا سوا، حط الهاتفون لتسمعوا. نعم تفضل. ايه عم بيحكيك، تفضل. انا اقول انا مش حاطط كنت الهاتفون تا اسمعك، بس انا اقول هيدا المعيار لريت صحيح مثل واحد لابس بدله بس ايدي بتراب. اليوم لا اليوم معلش انا مثلك
على القليلة مثلك بالجامعة خدمت واستلمت إدارة وبعرف كل الزوريب وكل الديتايات. أنا بقول لك يا دكتور علي وأنت مسؤول ونحن بنتعاون مع بعضنا بأكثر من مطرح لهذا هذا أنا بتحدى. أنا بكلمة تحدي مش تخدها بالسانس نيجاتيف بالسانس بوزيتيف. أنا بتحدى إذا منجيب مننبش بالكليات أنا فيني شل لك 2000 استاذ المدحوشين دحش بالجامعة اللبنانية. بعدين إذا بدنا نحكي عن الإيكول دكتورال وخاصة الإيكول دكتورال بالأديب خاصة اليوم معقولة كل جلسة مجلس جامعة في 20 و30 و40 أطروحة بدها تتناقش؟ يا أخي اليوم شو نحن بلد لا نحن بلد بالصين نحن الصين يا دكتور السبب 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 انت بتعرف السبب مرتبط بالموازنة السنوية. نحن اعتبارا من شهر زيران شو بس يروح ولا ملف تتراكم كلها بشهر بهودي اول شهرين مشان هيك هيدا. اما هو مش موزعين هن ابدا ابدا مش هيدا العدد. لا لا هيدا العدد هو عدد تراكمي وهيدي مش الجامعة مش الجامعة المالية مع الدولة. لا لا معلش معلش لا لا انا وياك حاطين ايدنا وبنضلنا هلا لفيت بدك باختصار يا دكتور لانه في مش بيات وعشرات لفيت لفيت الاساتذة يلي حصلوا على الدكتوراه. هلا انا بعرف وانا كنت مسؤول عن بعض الدكتورايات. انا في بعض الطلاب بشرفوا لبنان ان كان هوني او كان برا بس في كميه منهم مع الاسف انا بستحي اقول انه هيدول معهم. طب خلينا بس نسمع النقابه عصام خليفه بيتصل فينا معنا على الخط مباشره نسمعه ونرجع ناخذ تعليق قصير لنبحث بامور اخرى. مين معي؟ اذا دكتور ايه نوال مرحبا. مرحبتين. مرحبا الاخ علي ومرحبا انطونيو. اهلا. في شقين بمداخلتي. الشق الاول في خلل برئاسة الجامعة وبده توضيح وانا بشكر الاخ علي انه اللي عنده مشكلة يطرحها. يا خيي في مشكلة في الدكتور عماد محمد الحسيني من الاسياد ايضا عنده ملف عن رئيس الجامعة انه في خلل بملف رئيس الجامعة وعمل 5 دعوة وتعرض للضغط بالأساليب المعروفة بالوطن. يتفضل مجلس الجامعة ويدعي على مجلس الجامعة خلي يطرح الملف بالوثائق والوقائع وخلي رئيس الجامعة يرد. هيدا اقتراح. خلينا هالقضية نخلص منها. ما فينا نسلم برئاسة الجامعة في خلل بملفها. هيدا أولا. انطلاعا من هالخلل طلعت المذكرة التوجيهية اللي ما بتعرف شو هي الجامعة ولا تاريخ الجامعة ولا شرعة التعليم العالي وقال انه بدون يطبقوا انه المصفين على الجامعة. هيدي الشق الاول. فاذا في خلل برئيس الجامعة وانا مصر انه هالخلل هو باساس المشكلة وفي خلل سابق. هيدي اولا. ثانيا بقصة التفرغ يا اخوان في ظلم حاصل على المتفرغين. بيضلوا 3 سنين ما بيقبضوا. حدا من البناء ما عم خدته من مجلس الجامعة أو من غيرهم من العمدة أو المجالس المختلفة بيسأل هالناس كيف بيعيشوا كيف بيطعموا عيالهم كيف بيجوا على الجامعة بأي حالة نفسية يعني علموا. فإذا في حاجة سنوية للتفرغ واللي عملوا قانون التفرغ 76 كانوا كبار بالجامعة الله يطول بعمر حسن شرفية والله يرحم باقي رفقاته. هذا اولا. ثانيا ما نضحك على بعضنا في آلية متبعة. نعم تطفيش. انا زلمي علماني وانا بعتز بالشيعة وانا كل ابحاثي على الحدود وانا ما عم بحكي طائفيا وهي اللغة المذهبية اللي فككت الرابطة وفكت مجلس الجامعة الان هي خطيرة جدا. في نفسية مش من هلا من كذا مرحلة في تطفيش لناس وتفوت لناس. وانا بعرف الوقائع. انا بقصف التاريخ بعرف مين علم قال وقال اللي معهم اللي بدأ يقعد انا درت داري وقال بتضيع عم بفلع وبزرع ما عم بوكد وراي. بس هاي الجامعة كلنا قتل كرمالها ونضلنا كرمالها بدنا ندافع عنا مستقبل شبابتنا وشعبنا فيها. بفوتوا ناس امبارح جايين بالواحد عمل دكتوراه عطينه 4 أرصدة يا عالم 4 أرصدة
وهو كمان متقاعد فوق السن ومنه لا بالتفرغ ولا بالملاك، وشايلين ناس كفوقين عم يعلموا لأيه. نعم، لأنه هو بينجح، هو على التليفون بيظبط الأمور. خلينا نكون واضحين، في خلل مزبوط، ما لازم يظلموا الناس. نعم. بس مين نظم الخلل؟ مين؟ بس باختصار مين؟ هلا الكلام انه الكمبيوتر بيحكي، يعني في استخفاف بعقول العالم. نعم. في تنظيم للمذهبية بالجامعة ونقطة على السطر، مسؤول عن خطير، مسؤولية خطيرة على الأمن على الخلل. شكرا. الجامعة بتقوم على الكفاءة، على العلم، على الملف النظيف. نعم. هذه لازم ينطلقوا منه، ولازم يكون في توازن على قاعدة الكفاءة مش على حساب الكفاءة. نعم. هذه أولا. ثانيا الإمعان الآن في تجاهل أساس المشكلة يلي أشرت له بالمداخلة الأولى، هذا أمر خطير. وبالتالي إنصاف المتفرغين لازم يتم، مش لاركم بالزاوية وبطولات إنه أنا اللي بدي أنصفكم وغيري ما بدي أنصفكم. اللي ما بدي أنصفهم هو اللي عمل الملف اللي فيه خلل، هذا هو. نعم. هو المسؤول عن عدم تفرغ الأساسي. نعم. الآن. نعم. شكرا لك النقابي دكتور عصام خليفي. عندك رد حوالي دقيقة لأنه بعد شوي بدنا نتوقف مع أسعار البورصة والعملات بسوق بيروت. دكتور علي رمال، أنا لازم رد. ايه تفضل لك. تفضل. لا لا لا. الجزء الأول يعني قبل أنه دائما المسألة الرئاسي والملفات دي مسألة نقشت في مجلس الجامعة، ومجلس الجامعة مطلع عليها، ومجلس الجامعة بدها بشكل نهائي، وهناك محضر واضح قبل عملية الترشيح الرئاسي وما بعدها، وأرجو أنه ما بعود تستحى. وتاني شيء، المسألة الثانية يعني بحب أقول أنه المسيحيين متواجدين، يعني رئيس القسم ببنت جبال هي مسيحية، لكن المسألة الديمغرافية تضغط. خلينا نكون واقعيين، المسيحيين هن كفاءات علمية، حملوا لواء العروبة ومن ثم لواء الوطن، واللبنانيين كلهم شيعة وسنة ودروز، حتى و17 طائفة حملوا لواء هذا الوطن. ما بدنا نغوص كثير بهيدا المسألة. إذا في مكمن خلل الجامعة تدعو، إذا في مكمن خلل على المستوى العلمي والأكاديمي والقانوني، إيه لشو بتدعو؟ الجامعة مستعدة لفتح كل تشريع، كل أبوابها لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية الواضحة بهذا الشكل. شكرا. الجامعة هي للجميع. نعم. الآن بتقول الجامعة. شكرا لك المنسق الإعلامي للجامعة اللبنانية دكتور علي رمال. اليوم سمعنا الرد ورد على الرد، يعني أنا بدي دير الحلقة. يعني اليوم في أنا بدي في مواطن عم بيسمعنا، في أساتذة بدي أفسح له المجال يتفضلوا يتصلوا فينا على أرقام تليفونات صوت لبنان 01-205-5011. نقطتين بس. أنا بتمنى بما أنه الدكتور علي عم يقول بده يتقبل الملاحظات، نتفق على تعديل بالآلية بطريقة كيف بدها تصير هالشي، يعني بصير ضمن إطار حوار ولا تنعدى الآلية، لأنه كلنا بنعرف ليش المسيحي مش عم يفوت على الجامعة. لازم تتعدى، وضعنا نقطة، إلا إذا بدنا الجامعة من لون واحد. نعم. هي أولا. ثانيا، اليوم أكثر من واحد صار عم يحكي عن ملف رئيس الجامعة. أنا تعرفت عليه رئيس الجامعة عصام خليفة، وأنا ما عندي أي مأخذ، بالعكس استقبلني بتهذيب وكنا حكينا بتهذيب أكثر من مرة. بس هذا الشك المطروح على رئيس الجامعة، أنا لو كان مطروح علي، أنا بدعي لتأليف لجنة خارج الجامعة وخارج المحاصصة تنوضح، لأنه مش مزبوط ومش مقبول أنه يضل في علامة استفهام على رئيس الجامعة. أنا رئيس جامعتي هذه، ولو كنت متقاعد هذا رئيس جامعتي، وأنا برفض أنه حدا يشكك بهذا الموضوع، بس إنه خلط توضح الأمور. وأنا بدعي هذه مناسبة تتألف لجنة، موجودين يا خي ناس من الاتحاد السوفيتي، ناس من غير مطرح لأنه هو شهدته من الاتحاد السوفيتي، تجي تتألف لجنة شفافة وتطلع بقرة، ساعتها فينا نسكت الكل يلي بيدعوا. طبعا ما معقول يستمر هيك. نعم. خلينا نسمع اسعار البورصه والعملات بسوق بيروت، وبعدها بدي افسح المجال لاتصالات. في كتار من الواتسابات بعثوا لنا اليوم عن الجامعه، بتامل منهم انه ما يبعثوا فويس مسج، لانه انا بدي اقرا لحتى جاوب على السؤال، ما بقدر بسمع. 01-205-511-76-611-005، وايضا عبر الواتساب 76-611-001.
صباح الخير. افتتح مصرف لبنان الدولار الأمريكي بأسواق بيروت على سعر 1501-1514. تداول بين المصارف عم بيصير 1514-1514 وربع. أسعار العملات الأجنبية: يورو 1.23-40-50، الين الياباني 106-40-50، جنيه استرليني 1.40-30-40، الفرنك السويسري 0.95-10-20، دولار الأسترالي 0.76-90-95، دولار الكندي 1.30-70-80. أونصة الذهب صارت ب 1314-1315، أونصة الفضة ب 16-30-40، سهم سوليدار أو بي لم يتم التداول فيهم بعد، وسعر برميل لبراند 66.55 دولار. منذكر بأن الدولار الأمريكي عم يتم التداول فيه بين المصارف ب 1514-1514 وربع. منتابع نحن وياكم نقطة على السطر. عم بيجي اتصالات كتيرة منهم: أنا دكتورة وبلا شغل، ومش بس طائفة معينة مغيبة، كل شخص ما عنده انتماء سياسي بلبنان مش قادر ياخد ساعة واحدة بالجامعة اللبنانية. وشغلة تانية: كلية الزراعة وكلية الصحة طلبوا دكاترة تعاقد وقدمنا طلبات، والطلبات صارت بالدرج، ما حدا يعني عم بيبعت ورانا للمقابلة. يعني المهم خلينا نختصر انه الجامعة اللبنانية محكومة بالسياسة، واللي عنده كفاءة احسن له يترك لبنان، صح ولا لا؟ عم بسأل سؤال انا دكتور انطونيو خوري. اللي مش بس اللي ما عنده انتماء سياسي، مش بس اللي منه داخل بالاحزاب، اللي ما عنده انتماء سياسي ايضا هو ما له نصيب يدخل بالجامعة. هاي مستمعة عم بتقول هيك. سألتك سؤال؟ لا، هو مع الاسف التدخل السياسي والأحزاب صاير يعني قبل كان 20% 30%، اليوم صاير 80% و90%. يعني اليوم الطوائف الأحزاب والأحزاب مع الأسف كلها طائفية اليوم. هي الآن تفرض الأشخاص تبعهم. أنا بدي أذكر الأصدقاء المستمعين اللي عم يتصلوا فينا عبر 76-611-001، منستقبل عليه بس الواتساب. يعني أنا ما بقدر كمان استقبل واتسابات أو اتصالات واتسابات على إنه الواتساب. كمان في اتصال ماخده سوا. مين معي؟ ألو، مين معي؟ صباح الخير. صباح النور، تفضل. معك دكتور وحيد الروم. ايه تفضل. انا من مؤسسي كليه طب الاسنان في الجامعه اللبنانيه، وانا اولا الفخر انتمي الى هذه الكليه والى هذه الجامعه، وحاكون موضوعي في وطي الراديو لنسمعك بوضوح. انا حاكون موضوعي جدا فيما يخص رئيس الجامعه. انا بحب اقول لك بمعرفتي برئيس الجامعه حوالي 43 سنه، هيدا ظلم اللي عم بيصير بحق رئيس الجامعه. رئيس الجامعة يملك كل الشهادات الأصلية والمضبوطة، ويملك كل القدرات، وهو باحث دولي، ولديه كثير من الاختراعات، ولديه كثير. هلأ مش ملفنا عن هيدا، يطلع رئيس الجامعة ووضح يعمل مؤتمر صحفي مثل ما قال ضيفنا أنطونيو خوري. يعني يوضع نقطة على السطر لكل اللي عم ينقل، مش هيك دكتور أنطونيو؟ وأنا معه، أنا معك يا دكتور إنه الملف تبع رئيس الجامعة يتوضح وينوضع نقطة. لا لا، معه حق الأستاذ، رئيس الجامعة أستاذ كبير، أستاذ كبير، بس يا خي إيه، بس هالإخبار الآن تطلع، لو كانت أنا محلي، أنا لو كنت محله أنا ما بقبل، بألف لجنة وخلى تتوضح هالشي. دكتور أنطونيو اسمحي لي تفضل. أنا بدي أذكر المستمعين، عندما أصبح رئيس جامعة طلع القرار وشال مخصصات للعمدة، هو كان من بين العمدة اللي لازم يستفيدوا من مخصصات بحوالي 17. نحن عم نحكي عن شهاداته. بس عم خبرك بأي نفسية هذا الرجل. شكرا. حرم نفسه كثير من الأمور. شكرا لك. لكي بحكي بموضوعية، صدقيني. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. كمان لأنه وقتنا ضيق، عندي سؤال: ليش رئيس جمهورية ما بيفتح مجال استقبال لشباب عاطل عن العمل إلا ما يصير في شيء عمل مش منيح؟ يعني كمان هيدا شو تعليقك على اللي عم ينقال؟ أنا بدي أرجع أركز على الاثنين. اليوم تفرغ حق للأستاذ، لأنه في ناس قامت تروح على التقاعد، دونك شي طبيعي أنه يجي ناس محله. بس أنه الأمسير آخر كم سنة
انه يصير كليات وفروع من لون واحد ومن مذهب واحد هذا شيء مش طبيعي. طيب عم بتقول انا اختي دكتوراه بس هي علويه ما بيحق لها كمان تدخل بالجامعه؟ اكيد كلهم لهم حق كلهم لهم حق بس يمكن هالطريقة المتبعة عم تمنعها مثل ما عم تمنع المسيحيين. طيب فإذا خلينا نوضح نحن وياك يعني هيك أسئلة وأجوبة سريعة، شو هي الآلية الإدارية للتفرغ؟ لك الآلية بدها ترجع في دور للحكمة بالجامعة وقت بيصير مثلا في كليات وقت رشحوا المدراء كليات على بالفرع الأول أو بالفرع الثاني معروف أكثرية إسلامية وأكثرية مسيحية، أما بالشمال مش معقولة وبالجنوب وبالبقاع ما هيدول لازم يكونوا لكل الطوائف. أم يجي اقتراحات تينقى مدير مثلا ناخد الشمال مع أنه أنا بحب الشمال كتير، خمسة أساتذة سنة، طب دوك حكما رئيس سنة بديجي، طب وين المسيحيين وين غيرنا وزيت غير مطرح بيجي خمسة شيعة، طب يخي وين يعني اليوم مفروض ورئيس الجامعة يمكن عمل تمني انه لا يخي لو نوى شوي ما نوى نوى وما عمل شيء. اليوم رئيس الجامعة او الحكماء بالجامعة مثل ما كانوا الحكماء مثل برجع بسميه الله يطوله بعمرهم راجي ابو شقرة وابراهيم عبيسي كانوا يضربوا على الطاولة يقولوا مش هيك بدنا، ولكن في قانون 66 هن ضميرهم قانون 66. يعني اللي عم ينقال واللي هو صحيح انه المسيحي عم يوصل على فروع المناطق وعم يرفض صح 100%. طيب الابن الشمال بيروح يقدم طلب مثلا بيقولوا له نحن منا بحاجة، وزيت الشيء مثلا ابن جنوب، يعني الآلية عم تكون لناس معينين. طبعا طبعا هيدي المشكلة، يعني الدخول على هون المشكلة. طبعا مين عم بيعرقيل؟ وضع لي نقطة على السطر. هن القيمين هونيك ويلي هن الأحزاب إجمالا. وأنا هوني في شيء تاني مضر للجامعة هي معاهد الدكتوراه. نعم هي بدي أحكي أنا شو عم بيصير؟ لك ألاف الناس نوجدوا أول شيء بالإيكول دكتوراه، ما في رقابة على الإيكول دكتوراه، هو رئيس العميد الإيكول دكتوراه هو بألف المجلس العلمي بحط البدوية ويلي بيشيكسو بشيله، التسجيل عند العميد، ما فيش أي آلية شفافة. يعني بعدين عندك اللجان، وانا هوني خاصه بكلية الاداب ليش تقام نعمل تحدي بس تنعمل مبارزه ايجابيه يخي يجيبوا لي اللجان العلميه بكلية الاداب 90% من لون واحد 90%. طيب هن بصيروا يقدموا بعضه، واليوم الدكتوراه انا شت من بعض القلائل المسيحيين يلي شاركوا شافوا انه مش مقبوله، ما كانوا يقبلوا غير معطوه مونسيون. هداك شاف في ناس شافوا انه مش مقبول الاطروحة بالعكس اصروا يعطوه مونسيون، يعني في شيء عيب عيب. بس هيدا هيدا يعني مين الوصي على الجامعة مش وزارة ولا هيدا وزارة التربية يعني مفروض يصير في تدخل؟ لا ما في وزارة التربية مين؟ لايك في عقيل لايك من زمان ان كان حسن مشرفية يلي هو درزي كان يحافظ على الجامعة. إيه بس اليوم ادمون نعيم ادمون نعيم كان مسيحي. طب اليوم مين بده حافظ؟ مفروض يكون تحطي ناس عقيل ما بعرف مين بدك تحطي ناس. طب اليوم ببين رئيس الجامعة بيقول انه عم يحترم الآلية الموجودة وفند معايير الخبرة المهنية اللي اختار على اساسها مسحة هاي كل البيان بتعتبره مسحة اللي طلعوا. طبعا هذا تبرير يعني ما بدي ادخل وبالاكزامبلات يعني انا فيني اقول انه محترمين اللي عملوه كانوا لابسين بدله كانوا لابسين، بس هني عم بيقولوا كمان انه نحن عم نتنافس بالطائفيه والحزبيه والمذهبيه بدل ما عم نتنافس ما نكون عم نتنافس بالعقول المبدعه والانجازات العلميه. هيدي مطلب يعني لنا هيدي لنا نحن من الاولى مش بس هني بس هني مع الاسف مش امي شيك امي دبارو مش هيك ليكي الحديث من قلب الجامعه. انا لانه من قلب الجامعه انا ما فيش هيك شغلات تمرق انه هيك بس البيان ردد عليكم لقلكم انتو اصدقاء الجامعة. لا هيدا بيان هن احنا ردينا عليه انتو رديت عليه بس عم بيقول هو عم بفند وردينا عليه بطريقة واضحة حطينا حتى بعض الامثلة مثل فيك تقرأ حطينا بعض الامثلة يعني اول شيء هو حكى عن المعطيات على الارض مثلا حكى عن الابداع كلمه ابداع حلوه الابداع في ادعاء حاجات وهميه انا بتحمل مسؤوليه هالكلمه في حاجات وهميه
لرفع عقود الأساتذة، يعني بد ما يكونوا 20 بصيروا 200 عقود الأساتذة. ثاني شيء وكمان قصة المدربين، اليوم مجلس الجامعة ما له دخل بالمدربين، خلينا نعطيهم حقهم لهيدول. نعم. المدربين فقط من صلاحية رئيس الجامعة فقط، يعني ما فينا نقول لا فات هون والنتيجة 20 مسيحية 80 إسلام. وصلنا لهون، هل سقط الملف التفرغ بالضربة القاضية أم يعني المطالبة يرجع لا ينطرح لا مرة تانية؟ لا لا، نحن ما بنتمنى التفرغ يوقف بالجامعة. ايه؟ التفرغ طريقة عطول بدها تتجدد، بدها تنعمل، بس بدنا نعمل إلية جديدة. أنا في واحد بيعمل إحصاء قال لي إذا كملت هيك الجامعة بال2040 مع أرقام دقيقة بصير عدد المسيحيين 4%. هل يا ترى هيدا اللي بدنا نوصل له اليوم؟ كيف رح تقدروا تغيروا انتو؟ بل الي بدها تتغير الي، يعني بتكون تضغطوا لتغيير الي. طبعا طبعا بلشتوا تضغطوا. طب اخي مش قصة الضغط، يوم عم تطلعوا على الاعلام لبورا طلعت وحكيت وانتو عملتوا بيان مد على بيان الجامعة وبعدين لا لازم لازم في بون سنس بيبقى عند الرئيس بري مثلا او عند حزب الله او عند الرئيس الحريري، في بون سانس عندهم وهن بيعرفوا انه لبنان ما بينضار لا بالسنه لواحد ولا بالشيعة لواحد، بالعكس المسيحيين حاجه وحاجه اساسيه، مش انه مثل ما قال دكتور علي في واحد وحده بدري شو بجنوب، اخي واحد بجنوب هيدي نادره بدنا نعملها تمثال وحده رئيس قسم بجنوب، هيدا شيء مسحة. كل تحرك انتو اللي عملتوه يعني برأيك لوين رح يوصل؟ أنا هل رح يعدل بالآلية؟ لازم ندق ضمير هالمسؤولين. نعم. أنا ما بدي أتعاطى مع الأساتذة يلي اليوم بهذه القضية ألغي، لأنه أنا بفهمهم، بفهم عاطفتهم، بفهم كل شيء، بس أنا مش عم بحكي مع هيدولي لأنه حرام عندهم وضع ما بينحسد عليه، بس نحن بدنا نبني وطن. نعم. بدنا نبني وطن، وإذا الوطن من بنى بتر اليوم، بس كنحكي عن الجامعة منقول بدنا نعمل جامعة 2 3 4، هاي تقسيمية يا خيش، ليش تقسيمية؟ يحيي الشمال رح يصير جامعة سنية، الجنوب رح يصير جامعة شيعية، يحيي وين الجامعة؟ كلمة جامعة وين؟ دائما كانوا يقولونا جامعة، يعني كلنا موجودين فيها، خي بطلنا مش عم يحطونا فيها. يعني هل يتحمل مجلس الجامعة كمان المسؤولية الكبيرة؟ ليك مجلس الجامعة بتنقى كمان من قبل الأحزاب. مثل ما بيصير بلجان الأهل. مثل ما بيصير، بس مع الأسف الفريق المسيحي الموجود فيه صحيح بالعدد كبير، بس بينقص البعض منهم الجرأة يضرب على الطاولة. نعم. عم بتقول مستمعة الطائفية هي الطاغية بلبنان، بالبرغل في طائفية بس مش مثل العدس، الاتجاه هلأ للبنان طائفة معينة ونقطة على السطر وهيمنة إسلامية. مستمعة هيدا رأيها يعني اليوم عم نطرحه. على كل حال أنا بدي أشكرك. عندك بعد شيء تضيفه؟ لا أنا خلاص؟ أنا بدي أشكرك. أنا بدي أشكرك طبعت بالك لا لا لأنك حد وبدك توصل كل البركية. لازم بالملفات يجتمعوا اثنين بالملفات يتقارنوا بالملفات لتتوضح، لأنه اليوم مثل أم نعمل دعاية لشركات فينا كل واحد شركته يعمل لها دعاية، جامعة مش هيك، جامعة هي جامعة وطنية. إيه يعني لازم نعمل دعاية للوطن ونقطع السطر. شكرا لك المدير السابق والأستاذ المتقاعد في كلية العلوم الفرع الثاني الدكتور أنطونيو خولي، وأيضا نائب رئيس جمعية أصدقاء الجامعة. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوال ليشا عبود بالإدغانم والمخرج جورج العلي.